الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فنستعين الله جل وعلا في هذه الدروس المباركة في هذا الجامع المبارك جامع القاضي بمدينة الرياض، ونقول إن المفردتين اللتين سنتحدث عنهما إن شاء الله تعالى في لقائين متتابعين هما الحلال والحرام. وهاتان المفردتان وردتا كثيرا جدا في كلام رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه، وسنعمد إلى هاتين الحلقتين، فنجعل في الجزء الأول منهما سردا عاما لقواعد دل عليها القرآن في ذكره للحلال والحرام، أو قل معارف عامة، ونجعل اللقاء الذي بعده إن شاء الله تعالى لتفسير آيات ورد فيها ذكر الحلال أو ورد فيها ذكر الحرام، نفصله إجمالا ونعرج على ما تضمنته تلك الآيات من فوائد وعظات. فنقول مستعينين بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه، ذكر الحلال والحرام في القرآن بمعنى أنهما اثنان من التكليفات أو الأحكام التكليفية الخمسة. فأهل الفقه يقولون إن الأحكام التكليفية خمسة، وهي الحرام والمكروه والمندوب والواجب والمباح، فهذه الخمس هي الأحكام التكليفية. قال الله عز وجل في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالمراد به هنا بقول الله جل ذكره هذا حلال وهذا حرام أحد الأحكام التكليفية الخمسة: حرام يقابله مباح، مكروه يقابله مسنون، وواجب في الوسط. ظاهر هذه التقعيد الأول. لكن لا يعني ذلك أن مفردة حرام وحلال لا تطلق إلا في الأحكام التكليفية كما هو شائع عند كثير من الناس. الحرام في اللغة أصلا بمعنى الممنوع، بمعنى الممنوع، وهذا المنع قد يكون تسخيريا. ما معنى يكون تسخيريا؟ لا يصبح لأحد قدرة فيه ولا يراد قهره، لا يصبح لأحد قدرة فيه ولا يراد قهره. مثله الله جل وعلا قضى أن موسى يولد في العام الذي فيه قتل، ثم إن أمه خافت عليه فألقته في اليم، ثم عاد الله موسى إلى أمه. متى عاد الله موسى إلى أمه؟ بعد أن كان فرعون يبحث عن مرضعة له، فاستدعى المراضع حتى يلقموا أثداءهن موسى، فقال رب العزة: وحرمنا عليه المراضع من قبل. قلنا في دروس سلفت كثيرا إن هذا تحريم منع، لكنه منع أو تحريم تسخيري. ماذا؟ تسخيري، لا يراد منه قهر موسى، لا يراد منه قهر موسى. إذن عندما أقول ليس قهرا، إذن عقلا لابد أن يكون هناك نوع من الحرام يراد به القهر، يراد به القهر. هنا لا يراد به القهر، هذا تحريم تسخيري، لكن يوجد نوع من الحرام من المنع يراد به القهر. الله جل وعلا يقول، أخبرنا في القرآن في سورة المائدة أن موسى دعا قومه للجهاد، وأن قومه قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا، فشكى إلى ربه قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ماذا قال الله له كما قال ربنا في القرآن؟ قال: فإنها، أي أريحة الأرض المقدسة التي طولبوا بأن يدخلوها، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الآن أنا أخذ لفظ محرمة وانظر إليه، ما المراد بأنها محرمة عليهم؟ هو منع، لكنه ليس تسخيريا، إنما المراد قهرهم. لماذا المراد قهرهم؟ لأن بني إسرائيل حاولوا أن يخرجوا لكن ما كان لهم أن يخرجوا. فالمنع هنا منع ماذا؟ منع قهري أراده الله. والمنع القهري لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب. لماذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب؟ لأنه هو في نفسه عقاب، أصلاً لا يستطيعون أن يخرجوا. وأرض سيناء التي تاه فيها بنو إسرائيل يسيرة، ومع ذلك مكثوا 40 سنة لا يستطيعون أن يخرجوا منها، حتى تفهم تدرك، وأنت كذلك بحمد الله، أن المراد
أنه منع ماذا؟ قهري. نظيره في الآخرة أن الله جل وعلا قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ماذا كان جواب أهل الجنة؟ قالوا: إن الله حرمهما الجنة والماء على الكافرين، أو قول الطعام والشراب على قول بعض أهل العلم، لكن فلنقل على ظاهر القرآن الماء والشراب، بدليل أن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما معنى حرم؟ أجيبوا: منع. ليس المقصود أنه حرم، كلفه بأنه محرم وقال له إذا لم تأتيه أذيبك، لا، المقصود منع. لكن من أي أنواع المنع؟ منع قهري، أي ما كان لمشرك أن يدخل الجنة، وما كان لمشرك عياذا بالله أن يشرب الماء، وما كان لبني إسرائيل أن يخرجوا من أرض التيه. فهذا منع قهري، وهذا نوع من أنواع الحرام المذكور في كلام رب العزة جل جلاله، ظاهر هذا. كذلك ورد الحرام بمعنى يقع يمنع فيه ما لا يمنع في غيره، يمنع فيه ما لا يمنع في غيره. فمثلا قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمراد مكة، حرم مكة حدود حرمها. فمكة حرم، ومينا حرم، ومزدلفة حرم، لكن عرفة أجيبوا حل، وعرفة حل. لكن والمعنى أن مكة حرم ومينا حرم، ويكون لها من الحرم مزدلفة ومينا وعرفة حل، أنه يمنع في مكة ما لا يمنع في عرفة. واضح؟ هنا لا يوجد لا منع قهري ولا منع تسخيري، لكن يوجد وصف يترتب عليه أحكام. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة حرم لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، في حين أنك لو وجدت الشوك أو الصيد في عرفات جاز لك أن تصيده، أن تنفره، أن الشوك أن تعضده، فيمنع فيها ما لا يمنع في غيرها. ولا يوجد حرم بمعنى حرم ممنوع شرعا إلا موضعان: مكة والمدينة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إنني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وقال: المدينة حرم من عير إلى ثور. وقال: ما بين لابتيها، اللابتان الحرتان الشرقية والغربية، وعير جبل في جنوب المدينة مستو أعلاه، ولهذا سمي بالعير لأنه أشبه بظهر الدابة المعروفة، وثور اختلف فيه، وهو ظاهر الأمر أنه شمال المدينة، قيل خلفه أحد وقيل موازن له، وليس المقام مقام تفصيل، لكن المراد المقصود ببيان الحرم. الناس يقولون إن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، هذا من باب التغليب، من باب القبول، في اللغة واسعة يقال مجاز، لكن الأرض مسجد الأقصى أرض مقدسة ومباركة بنص القرآن، والله قال عن أرض سيناء عن الطور: إنك بالوادي المقدس. لكن كونه مقدس لا يعني أنه حرم. وقال عن وادي العقيق وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، فسمى وادي العقيق وادي مبارك. والعلماء مختلفون هل وادي العقيق من الحرم أو من الحل، وإن كنت أذهب أنه من الحل والعلم عند الله. والمقصود هنا بيان مفردة الحلال والحرام في كلام رب العالمين جل جلاله، كما وردت في الأماكن، وردت في الأشهر: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فشهر حرام وبقية الشهور غير حرام حل. قال لبيد ابن ربيعة في معلقته قال: حجج خلونا حرامها وحلالها، حجج خلون حلالها وحرامها. حجج خلون يعني سنين مضت، خلت، مضى منها الأشهر الحلال والأشهر الحرم. إذن العرب كانت تعرف الأشهر الحرم قبل الإسلام. قال ربنا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فكانت العرب تعرف الأشهر الحرم ثلاثة سرد. ما معنى ثلاثة سرد؟ تابعة. ما هي؟
ذو القعدة ذو الحجة محرم، واحد فرد وهو رجب. هذا رجب كانوا يكثرون فيه التقديم والتأخير، إلا أن قريشا من مضر، قريش من مضر، ومضر كانت تعظم رجب لا تبدل فيه، يعني النسي تقديم وتأخير زيادة، لم يكونوا يأتونه. فقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأشهر الحرم قال ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، حتى لا يخطئ فيه أحد، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لما قال عليه الصلاة والسلام مضر، من يقابل مضر؟ ربيعة. من يقابل مضر؟ ربيعة. وربيعة ومضر طبعا أبناء عمومة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، كان من مضر، لكن ربيعة ومضر كلهم يفيئون إلى من؟ سكت الشيوخ. إلى عدنان. إلى من؟ إلى عدنان. وعدنان ينتهي نسبه عند من؟ عند إسماعيل، وإسماعيل ابن من؟ ابن خليل الله إبراهيم. واضح؟ إذن الجذم الأصل خليل الله إبراهيم، وضع إسماعيل عند الكعبة. الآن دخلنا على التاريخ قليلا، تحملني. وضع إسماعيل عند الكعبة. إسماعيل تزوج من قبيلة جرهم، جرهم قادمة من اليمن من قحطان، فتزوج منه. ولهذا بعض المؤرخين جلهم يقول إن عدنان قبيلة عربية مستعربة، فتزوج من جرهم، تزوج من جرهم إسماعيل عليه السلام وأخذ العربية منهم، ثم ما زال يتناسل أبناؤه. لكننا لا نجهل، يعني ليس بين أيدينا من إسماعيل إلى عدنان وأنت نازل لا نعلم، لكن قطعا أن عدنان من ولد إسماعيل. ثم من عدنان جاء النسب حتى انتهى إلى أن انقسم ما بين مضر وربيعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من مضر. ولهذا قالوا، ولا أدري إن كان قلت هذا في أعوام سابقة أو لا، لكن جرير شاعر أموي معروف له خصوم، فقال يهجو خصومه: مضري أبي وأبو الملوك، فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا؟ هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. تغلب قبيلة عربية حرة معروفة، لكنهم من ربيعة، ليسوا من مضر. والأخطل شاعر نصراني، شاعر عربي لكنه نصراني، وكان عبد الملك الخليفة الأموي يجل الأخطل لأنه كان يدافع عن بني أمية: شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. هذا يقوله الأخطل في مدح بني أمية. الذي يعنينا، كان عبد الملك وإن كان منشغلا بالملك إلا أنه كان يفقه في الأدب والشعر كثيرا، فقال جرير يهجو الأخطل: مضري أبي وأبو الملوك، يعني أنا من مضر، وأمير المؤمنين الذي يحكم في دمشق من ماذا؟ من مضر. أبي وأبو الملوك يعني أبناء وأولياء عهد، فهل لكم أن يعير من؟ يعير الأخطل: يا خزر تغلب من أب كأبينا، هذا ابن عمي، يقصد أن نجتمع في مضر في دمشق عاصمة ملك بني أمية، وتسمى غير دمشق، لا غير الشام، سامحكم الله، تسمى جلق، تسمى جلق. قال حسان رضي الله عنه: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. المهم لا أضيعكم معي، نعود إلى عاصمة بني أمية. قال: هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت، يعني لو أردت، لو ابتغيت، ساقكم إلي قطينا، يعني أنتم يا معشر تغلب، ابن عمي أمير المؤمنين يسوقكم قطين، يعني جمع ركب. قال عبد الملك لما سمع البيت: والله ما زاد، وسبه سبة لا تليق بأسماعكم ولا بالمسجد، قال: ما زاد كذا وكذا إلا أن جعلني أجيرا عنده، أنا أمير مؤمنين ويقول لي ساقكم. لو قال لو شاء، مو لو شئت، هو جليل قال لو شئت، يعني لو أردت أنا، كان هذا الخليفة يأتي بكم بين قدمي، قال أصبحت أجيرا عنده، لكن والله لو قال لو شاء لسقتهم إليه كما قال. واضح الآن؟ فأحيانا يكون الإنسان صاحب صنعة متقن لها،
لكنها لا تمنعه من أن يفقه أشياء أخرى، وهذا يعين على الحياة مع الناس. ولن يبلغ أحد أن يفقه كل شيء، محال. وإن كان الناس يقولون ليس على الله بمستكثر أن يجمع العالم في واحد، لكنه بيت فيه من المبالغة الشيء الكثير. لكن المقصود على الأقل الإنسان يعرف أطراف الأشياء، وما لا يعرفه يستشر فيه من يعرفه. والعرب تقول أعطي القوس باريها، طبعا هذا بيت شعر، أعطي القوس باريها، هو من حيث النحو خطأ. الصواب أن يقول أعطي القوس باريها منصوبة أثر عليها الفتحة، لكن جاءت في بيت شعر للضرورة الشعرية، قال الشاعر باريها، فأصبح المثل ينقل كما هو. نعود لما نحن فيه، والله أنا ما أدري من أين انطلقت، لكن يأتي بها الله. قلنا كما أن المكان يكون حراما، كذلك الأشهر تكون حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا ما يتعلق بالمكان وما يتعلق بالزمان. ما يتعلق بالمكان كذلك، تأتي مسألة فقهية، وهو أن الله كتب لنا تعبدا له الحج والعمرة. الحج والعمرة يجمع فيها الحاج والمعتمر ما بين أن يطأ الحل ويطأ الحرم، يطأ الحل ويطأ الحرم. أما العمرة فلا تؤدى إلا في المسجد الطواف والسعي بين الصفا والمروة، فأين الحل؟ الميقات. أنت تأتي من الميقات، والميقات حل، وتأتي من الميقات إلى مكة إلى البيت وأنت محرم، فأنت تحرم قبل الدخول للبيت. واضحون الآن؟ تبقى مسألة دقيقة عند الفقهاء، وهي مسألة أهل مكة يجمعون ما بين الحل والحرم في الحج. هذا واضح، واضح. كيف واضح؟ يذهبون إلى عرفات، لا يوجد حج بدون وقوف عرفة، وعرفات حل، فأمر الحج مقضي بالنسبة لمكة. بقينا في ماذا؟ في العمرة. فمن تمسك بعموم حديث ابن عباس أن أهل مكة يحرمون من مكة للعمرة، فإذا قلنا إنهم يحرمون من بيوتهم من مكة أصبح لا يجمعون بين الحل والحرم. وقال جمهور أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله، أنهم لا بد أن يخرجوا إلى الحل. واحتج القائلون بأنهم لا بد أن يخرجوا للحل بدليلين. الدليل الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أخي عائشة، لما طلبت منه عائشة وأن تعتمر أن يخرج بها إلى الحل، وهو ما يعرف الآن بالتنعيم. واضح هذا؟ أجاب الأولون قالوا هذا ما في دليل. قلنا لماذا ما في دليل؟ قالوا عائشة ليست من أهل مكة، عائشة أفاقية آتية من بعيد. رد الثانون ما فيش اسم الثانون، رد الآخرون قالوا ماذا؟ قالوا إن الدليل في نفسها. قلنا أين الدليل؟ قالوا من لم يكن له ميقات فميقاته من ميقات غيره، وهي لما كانت في مكة أصبح ميقاتها ميقات أهل مكة. هذا دليل من الأثر، باقي دليل من النظر، في دليل من الأثر ودليل من النظر. قالوا الدليل من النظر ما يعرف عند الأصوليين بالاستقراء. بماذا؟ بالاستقراء. الاستقراء تأتي للمسألة المختلف فيها وتضعها جانبا، ثم تأتي لشبيهاتها، فإذا انطبق شيء على الأجزاء كلها إلا الجزء المتبقي الذي فيه الخلاف يجب إمرار كل عليه. وإن هذا الذي أمررته جاء على بعضها واختلف في بعضها، لست ملزما، لا تلزم غيرك بأن ينطبق على الباقي. واضح؟ فهؤلاء لما لجأوا إلى الاستقراء وجدوا أن الحج بأن مساكه الثلاثة، القران والإفراد والتمتع، والعمرة للأفاقيين، وهي الأربعة الأحوال المفقودة، والخامسة عمرة مكة، كلها ينطبق فيها الجمع بين الحل والحرم. قالوا لا وجه إذن لإخراج أهل مكة من أن يحرموا من مكة، فلا بد أن يحرموا من الحل، ليس شرطا من التنعيم، لكن التنعيم أقرب الحل. خاتمة الأمر أن تعلم، وهذا حررنا كثيرا، المسجد الحرام حرم لماذا؟ مشايخ، المسجد الحرام حرم لماذا؟ الكعبة. ومكة
حرم لماذا؟ للمسجد الحرام. وجزيرة العرب حرم لمكة، واضح؟ وجزيرة العرب حرم لمكة. والحمد لله أن الله أفاح على جزيرة العرب بما نحن فيه من الأمن والإيمان والدولة المباركة وتحكيم الشرع. ويعرف هذا من قرأ تاريخ الأمم سابقاً ولاحقاً، يدرك أي نعمة نحن فيها، لكن الله أعزنا بالإسلام، فلا ينبغي لأحد ينتسب إلى هذه البلاد أن يسعى ولو مثقال ذرة أن يحيد بها عن الإسلام، لأن الحيدة عن الإسلام عياذاً بالله تعني زوال كل نعمة. أدام الله على بلادنا أمنها وإيمانها، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.